محبة في الصحابة واعترافا بجميلهم، ولولاهم ما سرنا هذا الطريق ولا قابل ولا قبلنا هذه المقابلة، ولولاهم ما كان أذن أذان في هذه الأماكن ولا وجد إسلام ولا مسلمين، فجزاهم الله عنا خير متبركين بهم. نطلب من الله أن يحل علينا برحمته ويغفر ذنوبنا بمحبته، ومحبة الصالحين عبادة كبيرة لابد أن نتعبد الله بها، لأن الإنسان مع من أحب، يحشر المرء مع من أحب. فنحن نشهد الله أننا ما جئنا إلا محبة لهم، وأنهم آباء